العنصر الموالي وهو السرعة الهجمية التفاعلي. إذن إذا كان المزيج التفاعلي ذو حجم ثابت أو حجم المزيج التفاعلي ثابت، إذا كان حجم المزيج التفاعلي ثابتا بسبب ثابت فإنه يمكن تعريف السرعة الحجمية للتفاعل بالعبارة التالية. إذن عبارة السرعة الحجمية في فوليميك لكي نميز بينها وبين سرعة التفاعل تساوي واحد على ب تغيرات x بالنسبة للزمن. إذن ما هو المثل؟ إذا تمثل تغيرات تقدم تفاعل بالنسبة للزمن في وحدة الحجم، إذن كتعريف، إذن السرعة الحجمية، السرعة الحجمية للتفاعل تمثل رغم تغيرات x تقدم التفاعل بالنسبة للزمن. إذن تغيرات تقدم التفاعل x لt، طبعا x هو دالة بالنسبة للزمن في وحدة الحجم، وحدتها السرعة الحجمية، وحدتها لحظة. إذن تغيرات x بالنسبة للزمن وحدتها قلنا سابقا هي المول على اللتر، v يعبر عنه باللتر. إذن وحدتها مول على اللتر بار سكر. معنى ذلك أن كمية المادة المتغيرة خلال ثانية واحدة في حجم من المحلول قدره واحد لتر. رأينا المثال السابق مثلا، نستغل المثال السابق لتعيين السرعة الحجمية. إذا واحد على ب ونحسب معامل توجيه، إذا لدينا جدول تقدم أو عفوا منحنى تغيرات x مول و ف الزمن. إذا t باسور، إذا منحنى بهذا الشكل. إذا نرسم عند لحظة t معينة، نرسم المباس، فقلنا أنه نختار منه نقطتين تنتميان إلى المباس وليس بالطبع، ونحسب معامل توجيه المباس. إذا النقطة هذه إسقاط لهذه النقطة فاصلتها، إذا t2 t1 x عند اللحظة t2 و x عند اللحظة t1. إذا ولكن نقسمه واحدا. مثال السابق راح إذا v تساوي عفوا فوليميك، نميز بينها وبين السرعة واحد على ب تغيرات x بالنسبة إلى الزمن. إذا واحد على ب بالنسبة للمزيج التفاعل الذي درسناه في الحصة العملية، إذا خاص بمحلول كائي يساوي 50 ملي لتر، هذا محلول كائي بليس موا، وفي اثنين خاص بالماء الأكسجيني 50، إذا في توتال يساوي ب زائد ب اثنين يساوي 110 هو ناقص 3 لتر. قمنا بحساب معامل توجيه المنحنى في البيان السابق، المثال السابق في السرعة، في سرعة التفاعل. إذا واحد على 100 في 10 هو ناقص 3 ضرب، حسبنا معامل التوجيه والذي وجدناه سابقا 2.08 10 هو ناقص 3، إذا تصبح 20.8 10
هو ناقص 3 ملي مول ملي مول بار لتر سولو. بمعنى ذلك ان التفاعل عند اللحظه 316 حسبنا عند اللحظه 316 ثانيا المثال السابق التفاعل سيتقدم ب 20.8 × 10⁻³ ملي مول في الثانيه في حجم قدره واحد، بينما لاحظ سرعه التفاعل هي 2.08 2.08 معنى ذلك ان تقدم التفاعل سيكون 2.08 في المزيج التفاعلي درجه سابقه، بينما في 1 متر في 1 متر من المحلول سيتقدم 20.8 × 10⁻³ ملي مول خلال 1 ثانيه. ننتقل الان الى سرعه التشكل او السرعه الحجميه. السرعه الحجميه للتشكل. اذا بالنسبه للسرعه الحجميه للتشكل راينا بصفه عامه تفاعل ا زائد ب ب تعطي سي زي دي زائد حيث ا و ب و سي مينيسكيل القطع الصغير تمثل الاعداد السيمتريه و ا ب سي دي ماجسكيل تمثل الانواع الكيميائيه المتباعدات والنواتج. اذا نعرف السرعه الحجميه للتشكل بالعباره التاليه. اذا ب فوليميك واحد، ملاحظه دائما نحن نتكلم عن السرعه الحجميه في حاله ب ثابت، ب حجم المزيج، حجم المزيج ثابت. إذا واحد على ب تغيرات التشكل على س أو د، تغيرات الناتج بالنسبة للأزمة بصفة عامة ناتج. نعلم أن ال ناتج ماذا تساوي؟ تساوي تركيز مثلا المادة الناتجة في ب طبعا المزيج، في ب المزيج. نعوضها هنا تصبح د فوليميك تساوي واحد على ب لان ب حجم المزيج تركيز الناتج بالنسبة للزمن، ولأن ب مقدار ثابت كما نعرف في الرياضيات الدالة اف تساوي الفا جي مشتقة اف، ماذا تساوي؟ تساوي الفا مشتقة جي، حيث الفا يمكن إخراجه من إذا تصبح في على ب تغيرات تركيز المادة الناتجة بالنسبة للزمن. إذا هذا عبارة أخرى، طبعا هذه عبارة عفوا أي صار إذا بالنسبة إذا وتساوي ب فوليميت الناتج تغيرات تركيز الناتج بالنسبة للزمن. إذا قانون ثاني طبعا في حالة إذا كان ب مزيجنا، إذا عندنا قانون أصلي في كل الأحوال مهما كان حجم المزيج طبعا، بينما هذه الحالة في حالة مزيج تفاعلي الناتج. إذا ماذا يمثل تغيرات تركيز الناتج مثل المعامل؟ إذا بالنسبة للزمن يمثل معامل توجيه المماس لمنحنى تغيرات، طبعا الناتج المقصود إما سي أو دي، تغيرات الناتج بالنسبة للأزمة. يمكن استغلال بيان سابق نجد علاقة بين إكس طبعا والناتج. إذا بالنسبة للبيان السابق لدينا وصلنا بيانين، وصلنا البيان الأول الذي يمثل إكس
تغيرات بداية جي تي تغيرات تقدم ودفع بالنسبة للزمن، ورسمنا تغيرات اي دو بالنسبة للزمن. إذا بالنسبة إلينا سأقوم بهذا المثال كيف نحسب السرعة الحجمية لتشكل الاي دو مثلا عند اللحظة 316. إذا بي بوليميك عند لحظة 316 للإيدو ماذا تساوي؟ تساوي طبعا القانون الأصلي دائما هو الأصل واحد بي تغيرات ان إيدو بالنسبة للزمن، وتساوي تغيرات تركيز الإيدو بالنسبة للزمن بالنسبة إلى الزمن. إذا عندنا طريقتين للقياس، إما أن يكون عندي منحنى مثل تغيرات الـ إي دو، إما نقول الآن بالنسبة لمنحنى قلنا أنه نعين المماس عند اللحظة 316، إذا اللحظة 316 تمثل إذا 316 قلنا 180 180 360، إذا 360 إذا اللحظة إذا نعين اللحظة 316 إذا اللحظة 316 طبعا إذا اللحظة 316 إذا نرسم المماس، قلنا أنه لرسم المماس يكون دائما نختار نقطتين بين النقطة التي نريد رسم عندها المماس إحداهما بعدها وقبلها تكون قريبتين منها الطريقة هذه، ثم نرسم المماس. إذا ستة عفواً
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فاصل واحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة. إذن ستة فاصل ثلاثة ضرب أربعة ملي مول على اللتر. إذن لنحسب السرعة بفوليميت عند ضغط فاش ماذا تساوي؟ إذن معادل توجيه المس، كيف نسمع عن توجيه المس؟ طبعا حتى نتفادى الأخطاء. إذن فواصل وترتيب النقطتين التي نريد الحساب بهما المس ضرب سلم الرسم. إذن بالنسبة للفاصلة النقطة الثانية، فاصلة كما قلنا ترتيبها عفوا 1 2 3 4 5 6 فاصل 3. إذن 6 فاصل 3 وفاصلتها 3 ضرب 180. إذن 1 2 3 إذن 3 طبعا ضرب 180 وهذه ضرب 4 هذا ملي مول. إذن ثم النقطة الأولى ترتيبها 1 2 3 قلنا 4 إذا 4 فاصلتها 0 8 إذا 0 8. الآن نقوم بالحساب لكي نعين بفوليميت عند 316. إذا بالحساب سنجد بالتقريب طبعا 23 فاصل 2 ملي مول بار لتر سكر، معناها في حجم قدره 1 لتر سيتغير كمية المادة أو تركيز تركيز الإيدو ب 23.2 ملي مول لكل لتر خلال 1 ثانية، أو كمية مادة الإيدو ستتغير ب 23.2 ملي مول في كل ثانية في 1 لتر من الحجم. ملاحظة هنا كان بإمكاننا استغلال بيان إكس تي. إذا سنجد بالتقريب نفس النتائج، طبعا نقول بالتقريب لأن رسم الماس عادة لا يكون دقيق ورسم منحنين مختلفين بقيم تجريبية لا يكون دقيق. إذا لو نستغل معطيات المثال السابق ماذا لدينا؟ إذا بي بوليميك إيدو تساوي 1 في تغيرات إن إيدو بالنسبة للزمن. نعلم من جدول تقدم التفاعل أن إن إيدو يساوي إكس في كل لحظة، رأيناها سابقا. معنى أن 1 على ب يساوي تغيرات إكس بالنسبة للزمن. طبعا في هذا المثال يعني المعادلة الاستيكيومترية هنا جدا معادلات استيكيومترية. إذا السرعة الحجمية لتشكل إيدو تساوي السرعة الحجمية للتفاعل لأن المعادل الاستيكيومتري لليون يساوي 1. إذا يساوي 1 وجدناها أنها تساوي كم وجدناها؟ مثال السابق وجدناها بالتقريب 20.8 عفوا 10 قوة ناقص 3 هنا أيضا. إذا 23.2 10 قوة ناقص 3 إذا بالتقريب 23.2 10 قوة ناقص 3 ملي مول، وهنا وجدنا 20.8 في 10 قوة ناقص 3 ملي مول لتر لكل سكر. إذا في الحقيقة الاختلاف في النتائج بسبب رسم المماس والمنحنيات من قيم تجريبية. إذا منحنيين مختلفين رسمهما سيكون مختلف طبعا ثم المماس. إذا في الحقيقة نستطيع اعتبار أن في بوليميك النتائج بالتقريب متساوية مع مراعاة الأخطاء خاصة في المماس. المماس عندما نقوم بالحساب هناك مجال كبير لاعتبار القيم صحيحة. الآن ننتقل إلى السرعة الحجمية للاختلاف. إذا السرعة الحجمية للاختلاف
السرعة الحجمية للارتفاع. إذا ارتفاع نوع كيميائي، إذا تعرفها من القانون، إذا ب بوليميك لارتفاع نوع كيميائي، طبعا ارتفاع نوع كيميائي مثلا أ و ب مثال سابق معادلة سابقة لأ، ماذا تسبب؟ نعلم أن تغيرات كمية المادة لأ سالبة متناقصة، إذا لهذا نضع إشارة ناقص واحد على ب تغيرات LA بالنسبة للزمن. LA هو متفاعل، إذا بصفة عامة بوليميك لمتفاعل، إذا LA متفاعل. إشارة سالبة لأن LA، إذا نعلم أن N متفاعل ماذا يساوي؟ يساوي تركيز المتفاعل في ب حجم المزيج، طبعا حجم المزيج ثالث، تصبح عبارة بالشكل التالي: واحد على ب في تغيرات ب حجم المزيج في تركيز المتفاعل بالنسبة له، ولأن ب سأخرجه من المشترك تصبح ب على ب في تغيرات تركيز المتفاعل بالنسبة للزمن، عفوا ما ننساش الناقص، إذا تصبح قانون الأخير ب في بوليميك للمتفاعل تساوي عفوا ناقص تغيرات المتفاعل تركيز المتفاعل عفوا بالنسبة للزمن. ننتقل للعنصر الأخير وهو العلاقة بين سرعة سرعة التشكل وسرعة الارتفاع أحد أنواع الكيميائية. إذا ليكن التفاعل التالي A A B B زائد C C يعطي زائد عفوا يعطي C C زائد D، حيث A و B و C و D بالقطعة الصغيرة النسبية تمثل معادلة سكوتية، A و B و C و D بالقطعة الكبيرة معجزية تمثل الأنواع الكيميائية. إذا جدول تقدم التفاعل سيكون كالتالي: إذا A زائد B تعطي C زائد D. إذا كمية المادة الابتدائية لحظة صفر طبعا صفر و N زيرو للنوع الكيميائي و N زيرو للنوع الكيميائي A. في حالة انتقالية عفوا يعني محتاج حالة انتقالية يعني السرعات مشوفة في لحظات مختلفة، إذا يصبح لدينا N زيرو للنوع الكيميائي A ناقص AX، N زيرو للنوع الكيميائي B ناقص Bx ويتشكل Cx وDx. من العلاقة N0 ناقص A Ax، N0 B ناقص Bx Cx وCx. N لدينا ملاحظة نبدأ بهذه، إذا N0 بA عفوا ناقص Ax في الحقيقة يساوي N A عند كل لحظة. معنى ذلك نستنتج أن X ماذا يساوي؟ إذا X يساوي A0 لA ناقص NA لكل لحظة على A، وكذلك B يساوي A0 B ناقص A0 NB لكل لحظة على B، بينما NX ماذا يساوي؟ يساوي NC على C و ND على B. إذا من العلاقات التالية x يساوي n0 لA ناقص nA في كل لحظة على A، ويساوي n0 B ناقص nB على B، ويساوي nC على C، هذا كامل يساوي nC. إذا C يساوي NC على X عفوا X
يساوي ان سي على سي ويساوي عفوا ان دي على دي. الان باش تلقاها طرف لطرف تحصل على بي يساوي سرعة التفاعل تغيرات اكس بالنسبة للزمن. مشتقة ان زائد طبعا صفر تصبح ناقص مشتقة ان ا بالنسبة للزمن عفوا على واحد على ا تغيرات ان ا بالنسبة للزمن وتساوي ناقص واحد على ب تغيرات ان ب بالنسبة للزمن. إذا زائد مشتقاته صفر ناقص واحد على ب ومشتقة ان ب بالنسبة للزمن. ثم مشتقة ان سي بالنسبة سي على سي إذا تساوي واحد على سي تغيرات ان سي بالنسبة للزمن وواحد على ب تغيرات ان دي بالنسبة للزمن. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن سرعة التفاعل ب تساوي بدل ما فيها المقدار تغيرات ان ا بالنسبة على ا تمثل هذا المقدار يمثل تغيرات كمية المادة لـ ا بالنسبة للزمن معناها سرعة ا مع الناقص. إذا تساوي سرعة النوع الكيميائي ا على ا مع السيمتري ناقص تغيرات ان ب بالنسبة للزمن يساوي سرعة ب. إذا ب على ب وتساوي تغيرات سرعة تشكل الان نوع كيميائي سي بي سي على سي وتساوي سرعة تشكل النوع الكيميائي دي على المعامل ستيوبيومتري دي. إذا تساوي بي دي على دي. إذا هذا علاقة بين سرعة التفاعل وسرعتين التشكل والاختفاء. الآن ننتقل لحالة إذا كان الحجم ثابتا. إذا كان الحجم ثابتا طبعا إذا كان حجم المزيج التفاعلي ثابتا ماذا يقول؟ على ذلك إكس على بي إكس على بي أو بالمشتقة أو بالتغيرات نقسم الأطراف على إذا V على V تساوي واحد على V تغيرات X بالنسبة للزمن وتساوي ناقص واحد على A في عفوا واحد على ب في تغيرات ا بالنسبة للزمن ويساوي ناقص واحد على ب في واحد على ب في تغيرات ا ب بالنسبة للزمن وتساوي واحد على س في واحد على ب في تغيرات ا س بالنسبة للزمن وتساوي واحد على ب عفوا في واحد على ب في تغيرات ان عفوا نصحح اذا تساوي واحد على ب تقسيم اللي هو ب ضرب واحد على ب تغيرات ان ت بالنسبه لازمه هذا واحد على ب بالنسبة لـ Bx من تمثل B فوليميك في التفاعل سرعة الحجمية للتفاعل واحد على A نا واحد على B خرجوا على المشتقة الجزئية إذا ناقص واحد على B في مشتقة تغيرات NA بالنسبة لـ D تساوي
في فوليميك للنوع الكيميائي A على A وتساوي نفس الشكل لاحظوا واحد على B في تغيرات AB نسبة في الناقص لأنه الاختفاء ستساوي في فوليميك للنوع الكيميائي B على المعامل في B نفس الشكل إذا واحد على B في تغيرات AC بالنسبة لT تساوي السرعة الحجمية للنوع الكيميائي C على المعامل في C وتساوي واحد على دي واحد على دي في تغيرات نوع كيميائي دي بالنسبة للزمن وهو سرعة حجمية للنوع الكيميائي دي إذا تساوي دي فوليميك للنوع الكيميائي دي على دي إذا الآن وجدنا العلاقة بالنسبة طلبا للسرعة الحجمية للتفاعل عفوا للاختفاء و للتشابك. الآن ننتقل للعلاقة بين السرعة الحجمية إذا بالنسبة للأسهم ملاحظة هنا ماذا لدينا؟ لدينا ب سرعة الحجمية للتفاعل عفوا واحد على ب تغيرات إكس بالنسبة ولدينا سرعة التفاعل تغيرات X بالنسبة للزمن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن V فوليميك ماذا بسرعة؟ واحد على V هذا يمثل سرعة التفاعل إذا في V سرعة التفاعل إذا معنى ذلك أنه تساوي V سرعة التفاعل على حجم المزيج هذه علاقة أو بالعكس V ماذا تساوي؟ تساوي حجم المزيج في V فوليميك. الآن رأينا سابقا كيف نعين السرعة اللحظية أو السرعة الحجمية اللحظية لتفاعل عند لحظة معينة، قلنا أنه نختار البيان ونرسم معامل أو عفوا المماس عند لحظة معينة ثم نقوم بحساب معامل توجيه المماس، لكن في بعض الحالات لا يمكن للميل عفوا أو معامل توجيه المماس لا يمثل المقدار المطلوب حسابه مباشرة مثلا إذا كان المنحنى يمثل مثلا سيجما دي تي إذا سيجما دي تي مطلوب سرعة التفاعل ب تساوي تغيرات إكس بالنسبة للزمن هنا عندما نرسم المماس معامل توجيه المماس معامل توجيه المماس مثل نرسم هذا الشكل الأول مثال منحنى سوغون سيجما مثلا ملي سيماس او سيماس بار متر موازي يكون الشكل مثلا فاصل هذا الشكل مثلا في حالة ما اذا كان الناقية تنعكس هناك ممكن الناقية تتزايد الى غيره حسب التفاعل الكيميائي المدروس اذا في هذه الحالة مثلا عند اللحظات اذا معامل توجيه المماس ماذا يمثل؟ يمثل تغيرات سيجما بالنسبة للزمن، معنى ذلك أنه لا يمكننا مباشرة، إذا يجب إيجاد العلاقة بين إكس و سيجما، ثم المقارنة بينهما واشتقاق كلا الطرفين، ثم إيجاد العلاقة. هناك حالة أخرى مثلا إذا رسم منحنى تي مثلا حالة أخرى مثلا كمية مادة للمتشكل عفوا أو النوع الكيميائي A على النوع الكيميائي C الرسم هنا لا نستطيع التنبؤ به قد يكون مستقلا قد يكون شكل آخر لا يهم المهم إذا يجب
يجب استغلال العلاقة بدلالة إكس تقدم التفاعل، ثم استخراج ما هو مطلوب، لأن معامل وجه المباس هو ست تغيرات ان ا بالنسبة للسي، بالنسبة للسي. إذا هذه الملاحظات التي يجب أن ننفي إليها في هذا الوقت. في الأخير أتمنى التوفيق لجميع تلامذتنا الأعزاء.